وده الجزء السادس من لما توصل ما صعباش على غيرك. النهارده معانا اربع حاجات، انا متحمس اوريكم كل حاجه من كتر الجمال. لاول مره اشوف السلسله دي انا قررت اساعد الشباب اللي بتدرس وعامل مشروع جنب دراسته من غير اي مقابل وانزل على كل المنصات عندي. ربنا يجعلني سبب اساعد كل الناس، وانت كمان في ايدك ان انت تساعدهم، يا اما تشتري منهم يا اما تعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لغيرك. اول حاجه معانا بنوت عامله مشروع تيشرتات وهودي باقتباسات او اي جمله انت عايز تكتبها عليها. بصوا هتتفرجوا على حاجه دلوقتي حكايه، مبسوط جدا بصراحه. بص بقى الجمال بقى. بص يا جدعان، هاشتاج اوت شيكو منور. بالمناسبه هاشتاج اوت شيكو وصل على التيك توك مليار مشاهده. بصوا بقى الناحيه التانية، لما توصل ما تصعبهاش على غيرك. الهودي الرسمي لكل فيديو هصوره في السلسله دي، اس الهودي ده وريه لكم. بصوا يا جدعان كده بقى الجمال ده. طب والله انا عسل، شكله حكايه، يعني ده يبقى الرائع الرسمي للسلسله دي. لما توصل ما تصعبهاش على غيرك. اي تفاصيل هتلاقوها في الكومنتات، اسم البيج مقتبس ولازم تروح تشتروا منها، ان حاجاتها بجد جميله جدا. تاني حاجه معانا من شاب في ثانيه حقوق جامعه حلوان، عامل مشروع مسميه خرزه واستك. بصراحه اسم كريتيف جدا، انا هتتفاجئوا من الحاجه اللي جوه دلوقتي. اسم البيج بتاعه، بصوا بقى الجمال، يا الله شايفين الجمال. سلسله على اسم شيكو طبعا، دي بتاعت مراتي ولسه. تاني حاجه ميداليتين على اسمي واسم مراتي، وباذن الله دول كده يبقوا بتاع مفاتيح الشقه. صراحه شكلهم حلو جدا. واخر حاجه بقى كده بقى معانا، دول بس بتاعت الناس الكبار عشان بس ايه، يعني الناس سن صغير مش حدش يطلبها. اخر حاجه معانا القداحه، ما ينفعش اقول اسمها الحقيقه عشان الفيديو ما يقفش. بصوا يا جدعان مكتوب عليها اسم ازاي، بس ده انا سيبها للذكرى عشان مبطل سجاير بقى لي فتره. الحاجه دي من بيج اسمه خرزه واستك، هسيب لكم كل التفاصيل في الكومنتات. ثالث حاجه معانا من بنوته في رابع اعلام جامعه المنيا، عامله كده مشروع اللي هو ايه، شموع من البيت والكلام ده. بس حاجه ده انا ريحه العلبه اصلا حكايه. بصوا انا لازم افتح العلبه كده وارص الحاجه عشان اوريها لكم. شايفين الجمال، شموع على اسم شيكو، عايز اقول لكم ريحتها اصلا حكايه. طبعا كنت لازم الحاجه دي قيمه جدا، احطها على حاجه قيمه زي دراع اليوتيوب كده. برده في اشكال ثانيه كتير، في دي على شكل صدفه كده مراتي اختارتها. بصراحه برده يا جدعان ريحتها والله ما لها اي حل، انا عايز اكلها بصراحه. بصراحه الحاجه دي الماتيريال بتاعها نضيف جدا. سيب لكم كل التفاصيل في الكومنتات، اسم البيج عتمه، انصحكم ان انتوا تشتروا منها. رابع حاجه واخر حاجه معانا من محمد سليم وعبد الرحمن اسامه في سياحه وفنادق، عاملين مشروع كده شرابات اللي هو طالع ترند اليومين دول. وانا ماليش في الشرابات دي، بس يعني اخواتي هياخدوهم كده كده مني. اول واحد كده اللي هو كلاون ده طالع ترند، اللي هم الشباب بيلبسوه كده والبنات، بس بصراحه شكله حلو جدا. وفي شكل تاني كده على شكل اللي هو ايه بقى، صيدليه وحقنه والكلام ده، ناس اللي هم الصيدليين عارفكم قلتها صح، هم اللي ممكن يلبسوا الكلام ده، يبقى شكله حلو عليهم برده كده، تلبسوا على اليونيفورم بتاع الصيدله يبقى جامد. واخر حاجه وده اكتر حاجه عجباني بتاع الريد بول، شكله جامد جدا، الماتيريال بتاعهم حلو قوي. ايه تفاصيل البيج هتلاقوها في الكومنتات، اسم البيج ستيبس، خشوا كلموهم عندهم برده حاجات اشكال جامده جدا. ده الفيديو يكون خلص، اتمنى الحاجه تكون عجبتكم، خشوا اطلبوا منهم، حتى لو مش قادر ان انت تطلب ممكن تعمل شير عشان تساعدهم. ربنا يجعلني سبب افتح باب رزق للناس كلها. ده كان الجزء السادس، وما تنساش دايما لما توصل ما تصعبهاش على غيرك.